قبل ما يقرب من 100 عام توصل عالم عبقري لاكتشاف البنسلين، ذلك العلاج السحري الذي ساهم في إنقاذ حياة ملايين البشر حول العالم في القرن الماضي. إذ كانت المستشفيات تعج بالمصابين بالعدوى البكتيرية بأنواعها المختلفة، ولم يكن بوسع الأطباء إلا تقديم الرعاية البسيطة دون القدرة على القضاء على البكتيريا المسببة للمرض. ويعود الفضل في ذلك للعالم ألكسندر فليمينغ، عالم النباتات الحاصل على جائزة نوبل في الطب، والذي تمكن من اكتشاف أول مضاد حيوي في التاريخ بعد أن دفعته الخسارة الهائلة في الأرواح البشرية خلال الحرب العالمية الأولى إلى التخصص في البحث عن مادة تقضي على البكتيريا لكنها لا تؤذي باقي الجسم، فكانت تلك المادة السحرية التي كانت قادرة على إحداث تغيير جذري في تاريخ الطب. ولد فليمينغ في 6 أغسطس عام 1881 في شرق آيرشاير اسكتلندا لوالدين يعملان بالزراعة، وكان ألكسندر واحدا من 4 أطفال، كما له 4 إخوة غير أشقاء من زواج والده الأول. وعند زواجه الثاني كان في 59 من عمره، وتوفي عندما كان عمر ألكسندر 7 أعوام فقط. ومن الشائع عن حياة ألكسندر فليمينغ أن والده الفلاح قام بإنقاذ ابن أحد اللوردات، وكان المقابل أن اللورد تكفل بنفقة تعليم ألكسندر فليمينغ كجزء من رد الجميل. وتشاء الصدف أن الطفل الذي تم إنقاذه يصاب بمرض خطير ولا يشفيه إلا البنسلين الذي ابتكره فليمينغ. وتلعب الصدفة الدور الأكبر في هذه القصة، حيث أن هذا الطفل هو تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، إلا أن الأمانة تقتضي ذكر أن هذه القصة لم تثبت صحتها بشكل كامل حتى الآن. بداية ألكسندر في التعليم كانت بمدرسة صغيرة يحضر بها 12 طالبا فقط من مختلف الأعمار في فصل دراسي واحد، وكان يسير للمدرسة يوميا مسافة 8 أميال، ثم التحق بمدارس أخرى قبل أن ينتقل إلى لندن، حيث عاش مع أخيه الأكبر توماس فليمينغ الذي كان يعمل طبيبا. أتم فليمينغ تعليمه الأساسي في كلية ريجنت ستريت متعددة. خدم فليمينغ طوال الحرب العالمية الأولى كنقيب في السلاح الطبي بالجيش، وعمل هو والعديد من زملائه في المستشفيات بساحة المعركة بالجبهة الغربية في فرنسا. في عام 1915 تزوج فليمينغ بممرضة إيرلندية وهي سارة ماريون سيلروي. طالما حلم فليمينغ أن يصبح جراحا شهيرا، إلا أن القدر كان له تخطيط آخر، حيث حصل على وظيفة مؤقتة في قسم التلقيح في مستشفى سانت ماري، مما أدى إلى تغيير مساره كليا نحو علم الجراثيم المجال الجديد في حينه. وهناك طور مهاراته البحثية تحت قيادة عالم الأحياء الدقيقة والمناعة السير ألمورث إدواردز رايت، الذي قدمت أفكاره الجديدة والثورية في العلاج باللقاح اتجاها جديدا كليا في المعالجة الطبية. خلال الحرب العالمية الأولى كان فليمينغ مهتما بالجروح والعدوى، ولاحظ أن الكثير من المطهرات تؤذي خلايا الجسم أكثر مما تؤذيها الميكروبات نفسها، لذا أيقن أن الذي يحتاجه الجسم هو مادة تقضي على البكتيريا وفي نفس الوقت لا تؤذي خلايا الجسم. لذا كان العديد من الجنود يلقون حتفهم نتيجة العلاج بالمطهرات عوضا عن موتهم من الالتهابات التي كانوا يحاولون التعافي منها. فكان فليمينغ يوصي ببقاء الجروح جافة ونظيفة ببساطة للحصول على نتائج علاجية أفضل، إلا أن توصياته ذهبت سدى. نشر فليمينغ مقالا في مجلة طبية وصف فيها تجربته المبتكرة التي تمكن من إجرائها بفضل ما لديه من مهارة نفخ الزجاج. ذكر فيها كيف أن استخدام المطهرات خلال الحرب العالمية الأولى تسبب في وفاة الكثير من الجنود أكثر من الوفيات التي سببتها الإصابات نفسها. فالمطهرات تعمل جيدا على السطح، ولكن الجروح العميقة تحمي البكتيريا اللاهوائية من المطهرات، وكذلك المطهرات تقضي على المواد المفيدة التي تحمي المريض بالفعل في مثل هذه الحالات كما تقضي على البكتيريا. وعلى الرغم من هذا استمر معظم الأطباء في الجيش خلال الحرب في استخدام المطهرات حتى في الحالات التي يؤدي استخدامها إلى ازدياد حالة المريض سوءا. بعد نهاية الحرب عاد إلى مختبره ليستكمل دراساته، واهتدى إلى مادة أطلق عليها اسم ليسوزيم. هذه المادة يفرزها الجسم البشري وهي خليط من اللعاب والدموع، وهي لا تؤذي خلايا الجسم بل تقضي على بعض الميكروبات، لكن مع الأسف لا تقضي على الميكروبات الضارة في الإنسان. وعلى الرغم من طرافة هذا الاكتشاف إلا أنه لم يكن شيئا عظيما. أما اكتشافه العظيم فقد حدث في سنة 1928
وفي عمر 41 لدى عودته إلى مختبره بعد قضائه شهراً مع عائلته بعيداً عن المختبر، حيث وجد أن إحدى مزارع البكتيريا تعرضت للهواء وتسممت. فقد وجد كومة من الأطباق المعملية موجودة وبها مستعمرات من البكتيريا، وقد تلوثت نتيجة تعرضها للهواء. وأثناء غضبه من هذا الإهمال لاحظ نمو فطر تسبب في مقتل كل البكتيريا التي حوله، واستنتج من ذلك أن البكتيريا تفرز مادة حول الفطريات وأن هذه المادة قاتلة للبكتيريا العنقودية. أطلق على هذه المادة اسم البنسلين، وهي مادة ليست سامة للإنسان أو الحيوان. نشرت نتائج أبحاث فيلمينغ سنة 1929 ولم تلفت النظر أول الأمر، وأعلن فيلمينغ أن هذا الاكتشاف من الممكن أن تكون له فوائد طبية ضخمة، فقد استطاع أن يحدث ثورة في عالم الطب بأكمله باكتشاف أول المضادات الحيوية في العالم، ولكنه لم يستطع أن يبتكر طريقة لاستخلاص هذه المادة أو تنقيتها، وظل هذا العقار السحري لفترة طويلة دون أن يستفيد منه أحد. ولكن أخيراً قرأ اثنان من الباحثين البريطانيين من جامعة أكسفورد ما كتبه فيلمينغ عن اكتشافه الخطير، وأعاد الاثنان نفس التجارب وجربا هذه المادة على حيوانات المختبر. وفي سنة 1941 استخدما البنسلين على المرضى، وأثبتت تجاربهما أن هذا العقار الجديد في غاية الأهمية. وبمساعدة من حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تسابقت الشركات الطبية على استخلاص مادة البنسلين بكميات ضخمة، وتوصلت هذه الشركات إلى طرق أسهل لاستخلاص المادة السحرية وإنتاج كميات هائلة وطرحها في الأسواق. واستخدم البنسلين أول الأمر لعلاج مرضى الحرب، وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية أصبح البنسلين في خدمة الجميع. وقد أدى اكتشاف البنسلين إلى استخدام الكثير من المضادات الحيوية واكتشاف عقاقير سحرية أخرى، ولا يزال البنسلين هو أكثر هذه العقاقير انتشاراً حتى يومنا هذا. وترجع أهمية البنسلين في أنه ما زال حتى الآن يستخدم لأغراض طبية كثيرة. تقاسم فيلمينغ جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء في عام 1945 مع علماء آخرين، ومنح فيلمينغ الأستاذية من قبل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، كما كان يتم وصف فيلمينغ بفارس بريطانيا. كما عمل فيلمينغ رئيساً لجمعية الأحياء الدقيقة العامة، وهي عضو في الأكاديمية البابوية للعلوم، إضافة إلى تكريمه بدرجات دكتوراه فخرية من أكثر من 30 جامعة أوروبية وأمريكية. توفي فيلمينغ نتيجة نوبة قلبية في 11 من مارس عام 1955 في منزله في لندن عن عمر يناهز 73 عاماً، وقد تم دفنه في كاتدرائية سانت بول. اكتشاف فيلمينغ المفاجئ للبنسلين كان بداية للمضادات الحيوية الحديثة التي غيرت مسار تاريخ الطب، كما غير عالم الطب الحديث عن طريق إدخال عصر المضادات الحيوية. وقد أنقذ البنسلين ولا يزال ينقذ الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.